بيان سور بيان سور لونترينر هضر معانا تكلمنا كنا لو كملنا 0-0 الشوط الاول كنا قادرين ندخل الشوط الثاني كنا قادرين نخلصوا المباراه اكيد لكن اخر دقيقه في الشوط الاول تلاقينا هدف نجم تقول المعنويات طاحوا لكن في بين شوطين المدرب كلمنا واعطينا تكلمنا مع بعضنا باش ندخل المباراه لازم نفوز بها واذا ما نفوز بها ما نخسروش